انطلقت رحلتهم من مدينة خنيفرة، قطعوا مسافة 460 كيلومتراً، وها هم وصلوا إلى مدينة الجديدة للمشاركة في الدورة العاشرة لمعرض الفرس. مسلك الرحلة فيه تضاريس وعرة. التضاريس هذه كاينين الخيال اللي مفوتين تاهما على حساب السن وعلى حساب النوع ديال الخيول. كاين اللي متلائمة على حساب موالفة، متلائمة على حساب الطبيعة وعلى حساب المشي ومتدربة على ذاك الشيء، وكاين اللي ضعيفة ما تتقومش بالحركة. كل شيء ممكن بهذا الفرس هذا، ممكن لك تسافر به. أيام لما ما كانش لا سيارات ولا وسائل حديثة بالنسبة للنقل، كانوا الناس يستعملوا بها الفرس، ويعتبر بالنسبة لنا احنا شكل مقدس. شذرات من أنغام الأطلس زينت فضاء الحلبة التي قدمت فوق رمالها هذه الفرقة لوحات إبداعية. كان العرض مزيان، شفنا هذه الفرقة اللي جات من خنيفرة قدمت عرض مزيان وعجبنا هذا الشيء. ثمانية خيول بربرية قطعت مدة ثمانية أيام للوصول إلى الجديدة. رحلتهم تذكرنا بوقت مضى عندما كان الإنسان يعتمد على الحصان في سفره.